ورجعنا لحضراتكم تاني فقرة الصحافة الدنيا فيها ايه، وكنت بأكد على حضراتكم ان شاء الله يبقى معنا فقرة الأرصاد الجوية، لكن لحد دلوقتي اللي مشكلة في التقنيات الفنية مش قادرين نوصل بالهواء من بزمايلنا في الأرصاد الجوية، لكن ناخد مع حضراتكم أهم الأخبار في صحف وجرائد النهاردة. لكن اسمحوا لي عبر الهاتف أرحب بالأستاذ خالد علاء الكاتب الصحفي. أستاذ خالد منورنا. يا أستاذ خالد، ألو أستاذ خالد علاء. طب لحد ما استاذ خالد يكون معانا ناخد الخبر من جريده الوطن وعلى صفحتها الاولى. الخبر بيقول السيسي لوفود اسبوع القاهره، نرفض استغلال قضايا المياه سياسيا ونؤمن بالتعاون العابر للحدود، الرئيس ندعم جهود الاشقاء في الاستفاده من النيل دون الاضرار بمصر ولا غنى عن تعزيز التنسيق مع دول الحوض. استاذ خالد، يا استاذ خالد، أستاذ خالد علاء يبدو أن في مشكلة في التليفون، لكن الخبر بيتكلم عن استقبال الرئيس السيسي لعدد من الوفود المشاركة في أسبوع المياه في القاهرة، والرئيس بيتكلم عن لا يرغب في استغلال قضية المياه وتحويلها سياسيا. طبعا البعض خلال مش خلال الشهور اللي فاتت لكن خلال السنين اللي فاتت كان بيتكلم عن قضية المياه وخاصة السد النهضة في أثيوبيا، وممكن بيؤدي بشكل أو بآخر لبعض الحروب. عايزين ناخد رأي أستاذ خالد. أستاذ خالد معانا؟ للأسف يعني أنا مش سامع قوي يعني سامع. طيب أستاذ خالد احنا بنتكلم، لو يبقى الصوت أوضح يبقى أجمل يعني. طيب أستاذ خالد احنا بنتكلم في بداية في الخبر عن استقبال الرئيس السيسي لوفود أسبوع القاهرة للمياه، والرئيس كان بيتكلم عن عدم استغلال قضايا المياه سياسيا، وكان بيتكلم عن نؤمن بالتعاون العابر للحدود. رأي حضرتك في استقبال مصر لهذا الأسبوع ووفود عدد كبير من دول حوض النيل سواء كانت دول المصب أو دول المنبع؟ بداية اسمح لي أن أنا أصبح على حضرتك وأصبح على مشاهدينا وأصبح على مصر وأصبح طبعا على أولادنا وبناتنا دلوقتي في المدارس، وأتمنى طبعا أن هم يحصدوا على يوم سعيد ان شاء الله دراسي موفق. امين. عايز اقول ان القياده السياسيه منذ البدايه انتهجت نهج في غايه من الايجابيه وفي غايه ايضا من الموضوعيه، يعني الشارع المصري كان بيضج في فتره ما بفكره ان لابد ان نواجه دول، وبالاخص يعني خلينا اسميها دوله اثيوبيا وهي طبعا من دول المنبع، نواجهها بحزم ونواجهها بقوة. ولكن كل هذه الأساليب اللي نادى بها الشارع المصري أعتقد أنها بتخطئ خطأ فادح، لأن لابد الآن نتعامل من خلال السياسة الدولية بطريقة ميكازيلية بحتة، أي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أن احنا نتعاون مع هذه الدول تعاون بناء وتعاون مادي. صحيح. من خلال هذه الدول لابد أن تستفيد من الإمكانيات المصرية، وهي إمكانيات في منتهى القوة وفي منتهى الوضوح. هم يستفيدوا وإحنا نستفيد. بعيد عن الإمكانيات المالية أو المادية تمتلك إمكانيات فنية رائعة، لأن مصر بقى لها فترة كبيرة في إدارة المياه، لأن إحنا من عهد محمد علي ونحن نجيد هندسة إدارة المياه في إنشاء المجاري المائية، في إنشاء الترع، في إنشاء القنوات، وبدأنا بسد أسوان. يعني السد العالي ده لم يكن هو البداية الأولى لمجموعة إنشاء السدود، لا، سد أسوان أنشئ قبل سد العالي بوقت طويل في عهد فاروق، وكان السبب منه تنظيم دخول المياه الى مصر. والى حد ما اصبحت الارض بدل ما كانت ترتبط بموسم المياه اصبحت زراعه دائمه.
ولذلك مصر عندها امكانيات فنيه غير عاديه، والقياده السياسيه حددت منذ البدايه التوجه، الا وهو التوجه من خلال ان انت هنستفيد وفي نفس الوقت هتستفيدي مننا الكثير من النواحي الفنيه، خاصه ان احنا بارعين في انشاء السدود. ولماذا لا نتعاون مع اثيوبيا؟ يعني هذه الاسباب لابد ان تطرح، لماذا لا نتعاون مع اثيوبيا في انشاء وفي اداره سد النهضه؟ ليه ما يكونش لنا دور؟ يعني حكايه فكره العزوف والتعامل بمنهجيه عنيفه مع الاخر، هذه فكره قديمه صحيح. ومن الافكار الزاهيه والماضيه، اصبحت الان يعني في قي التاريخ، فلابد ان نتعامل بافكار مختلفه، افكار مرنه، افكار منفعه تحصل فيها هذه الدول على المنفعه، لان اثيوبيا ايضا تحتاج الى الغاز وتحتاج الى البترول، عندها فقر كبير، نحن نحتاج الى الموارد الزراعيه ليس المائيه فحسب، لان اثيوبيا تمتلك هكتارات من الفدادين الجاهزه في الزراعه الخصبه صحيح. وبالتالي ونحن نمتلك العامل الفني، نمتلك العامل المدرب، نمتلك تاريخ في التعامل مع المنتجات الزراعيه، فلماذا لا يكون هناك تعاون وثيق وتعاون اخ لاخ وند لند؟ يعني انا كان ليا لقاء مع السفير الاثيوبي وكان هو بصراحه متضايق جدا من فكره في بعض الاحيان بيتصور بعض المصريين ان هم اقل مننا في المستوى واقل في التجربه واقل مننا في الفكر، هذا مرفوض تماما. لابد ان تتعامل بمساواه وتتعامل ان هو كاخ شقيق ويحصل على المنفعه منك، وفي الثاني تحصل على شريان رئيسي للحياه. اشكرك، بشكرك جدا استاذ خالد علاء الكاتب الصحفي، وطبعا كلنا بنرفض التعامل بتعالي مع افريقيا، والحقيقه ده كان بيحصل كمان في السنين اللي فاتت من 20 و30 سنه ويمكن قبل كده كمان كان بيحصل في نوع من التعالي مع التعامل مع افريقيا عموما مش مع اثيوبيا، وكانت افريقيا تشعر بهذا التعالي. يعني احنا جينا حقبه عبد الناصر كنا بنتعامل مع افريقيا بشكل كبير جدا وكان في تعاون كبير جدا، السادات ورئيس السادات ورئيس مبارك كانوا بيتعاملوا بنوع ربما من التعالي مع افريقيا، وعمل جفاء في البعد مع افريقيا خاصه بعد 94 وحادثه اديس ابابا الشهيره وتعرض الرئيس الاسبق مبارك لحادثه اغتيال هناك، ده ادى الى البعد عن افريقيا بشكل كبير جدا. لكن الحقيقه ما يحسب للاداره الحاليه هي العوده لافريقيا بشكل كبير وبشكل مميز جدا، والتعامل زي ما قال لنا استاذ خالد ند لند، تعامل ما فيهوش نوع من التعالي. انا مش عارف في وقت ممكن نقول اخبار تاني ولا لا، لكن بيقولوا لي زمايلي ما فيش وقت، لكن بشكركم جدا على متابعتكم لينا النهارده، وان شاء الله بكره مع فريق عمل جديد اشوفكم على خير وصباح النور.